السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مهندس عبد الله موسى. إن شاء الله راح أشرح اليوم أول شهادات جونيبر اللي جونيبر أسوسيشن. طبعا أنا بدي أشرح هذا الكورس ليش؟ لأنه طبعا شرح قبلي مرتين من المهندس أحمد المهندس أيمن، طبعا هاي موجود عندكم على السلايد. طبعا أنا ليش بدي أشرح هذا الكورس؟ لأنه المهندس أحمد شرح الكورس، ولكن كان شرحه بطريقة شرحه قضية تنزيل الاميوليتر ما كانت كانت صعب جدا الطريقة اللي بيستخدمها المهندس احمد، وبرضه ما كمل الكورس كامل. بالنسبة للمهندس ايمن جديد بلش في الكورس طبعا، ولكن هو اعتمد على الاشياء العملية ما اعتمد على الاشياء النظرية، يعني هو اختص انه شيء يعمل بس تقوية اللي بيشاهد الفيديوهات انه يستخدم اجهزة جونيبر. ولكن انا بدي اشرح الكورس بطريقة متكاملة وضمن المنهج الرسمي، بحيث انت ان شاء الله لما بلش معي نحضر فيديوهات يعني كامل ان شاء الله. بجوز انا اعمل 10 فيديوهات حسب المنهج المعتمد من جونيبر ان شاء الله. راح تكون انا راح اشرح لكم من خلال جونيبر، وراح اعتمد على الكتاب الرسمي، وراح اورجيكم الاسئله اللي راح تجيكم في الامتحان. انا بالنسبه لي ان شاء الله بعد ما تحضر الكورس اللي انا بدي اعمله ان شاء الله راح تكون جاهز انك تقدم امتحان. طبعا بعد ما تقدم الامتحان طبعا مين اللي لازم يحضر هذا الكورس؟ طبعا على الاقل لازم يكون عندك سي سي ان اي، يعني انت بتفهم سي سي ان اي، وعلى الاقل تعرف الراوتينج، لانه فعليا الجونيبر ما بتشرح هاي الاشي في الموقع عندهم شرح، ولكن الافضل انك تكون تعرف جونيبر، بتعرف سي سي ان اي، درست سي سي ان اي. طبعا جونيبر هي اقوى منافس لسيسكو، خاصه بالنسبه للسيرفيس بروفايدر. السيرفيس بروفايدر يعني بحبوا جونيبر ليش؟ لانه الاجهزه اللي عندهم منافسه جدا، والثروبوت الباندويث تبعها اعلى بكتير، اعلى يعني من سيسكو، واعتقد ارخص شوي من سيسكو، فمعظم السيرفيس بروفايدر بيستخدموا جونيبر. فاذا انت كنت مهندس انا افضل انك بعد ما تاخذ شهاده سي سي ان اي مباشره تنتقل الى جونيبر، قبل ما تاخذ سي سي ان اي سكيورتي او سي سي ان اي مثلا شيء او سي سي ام بي مثلا. فلازم هاي شهاده جميل جدا بسهوله، تقريبا خلال اسبوع ممكن انت تدرسها اذا كنت دارس سي سي ان اي. الشهاده تقريبا سعرها $100، في على الموقع بتقدر تعمل انت تشترك، طبعا راح نشترك واعلمكم كيف تشتركوا ان شاء الله، وتقدم امتحان بسيط جدا. طبعا في امتحان انت بتقدر تتدرب عليه، نفس الاسئله تقريبا، هي 50 سؤال بجيبوا لك 25 سؤال منهم، انت بتحل هدول 25 بتتمرن عليهم، هم نفسهم راح يجوك في السؤال في الامتحان التجريبي اللي بتقدمه على الموقع. بعد ما تجيب علامه فوق ال 75 بعطوك خصم 50%، بصير عندك الامتحان $50، فانت بتحصل على هاي الشهاده. طبعا انا حصلت على الشهاده تقريبا اسبوعين، هاي الشهاده متواجده عندكم، هي مثلا بتيجي انت تحضرها جنرال نتوركس سيرتيفيكيت اسوسييت. طبعا هاي صالحه لمده سنتين، بتاخذ لازم تاخذ جونيبر ثاني ان شاء الله. طبعا في هذا المحاضره الاولى راح اشرح لكم على الموقع، وورجيكم الكتب والملفات اللي بتلزمنا حتى نعمل ايميليتر، واعملكم ايميليتر للجنور. طبعا انا راح اعتمد انه كل محاضره تكون ساعه تقريبا، تمام. راح اشتغل على الفيرتشوال بوكس ان شاء الله. خلينا ننتقل اول شيء على الجونيبر هون. اي الموقع، انت لو فتحت الموقع هذا طبعا جونيبر دوت نت، بنروح على education. education طبعا نروح على الفاست تراك، طبعا هو عند جونيبر جي ان اس. طبعا احنا ايش هاي الشهادات اللي لازم ممكن تاخذها انت؟ طبعا اوليتهم لازم تكون ايش هاي الشهاده start new now. طبعا لازم تعمل انت لوجين، او لازم تكون عامل ست اب. فانا هي طبعا هاي بشرح لك عن الشهادات وكيف انت شايف الاكسات هون اللي هم القفل هذا ممنوع اللي معمول لوجن. فانا بدي اعمل لوجن، طبعا انتوا لازم تعملوا ريجستريشن عادي، بتعمل زي الايميل. خلينا نعمل لوجن. انا هون انا مرات بنسى. طبعا انا هون فتت، هي الموقع عندي، نفس الشيء برد ارجع على الديوكيشن وعلى الفاست بروجرام. خلينا نعمل ستارت. هي انا هون طلع راح كل الاقفال اللي عندنا، بقدر انا اخذ اي كورس بدي اياه. لازم ابلش في هذا الكورس. ففي عندك اول شيء عندك ستيبس، هي بيحط لك ستيبس. اول شيء نتورك فاندمنتال، بتاخذ بعديها ريفيو اللي هي الكتب، بعديها بتعمل بري اساينمنت اكزام، وبعدها بتقدم الامتحان الرسمي بتقدمه في معهد. طبعا خلينا ناخذ اول واحد.
بعطيك طبعا نتورك، انا درسته كله، هذا حلو جدا جدا. طبعا اللي ماخذ، انا ماخذ سي سي ان الجديده طبعا اللي هي 220، اللي مش ماخذ هذا، اللي مش ماخذ ال 220 سي سي ان القديمه، راح يلاحظ فيها شيء شغله ممتازه جدا، في شارح الاي تي ام وشارح الام بي ال اس. طبعا هو بيجيك هون، خلينا نشوف اورجيكم، بس كبر لكم هون. مثلا اول شيء النتورك، بشرح لك عن النتورك والشغلات النتورك، يعني شغلات بسيطه. انا يعني باخذ سي ان اي ما يفضل يحضرها، بس اللي بده يستفيد يعني يراجع معلوماته. طبعا سهل اللغه، سهل جدا. هون بشرح عن الايثرنت بشكل عام، الراوتينج بيسك. هون في شغلات جديده، لا فيش هون، هون لا في شيء جديد. اي بي ادرس، بشرح عن اي بي كيف تقسيماته، السب نت، بس بشرحه بطريقه فيديوهات رائعه جدا. طبعا انا حضرتها كلها. So far, we've learned about network models. We've learned about network models. الوان عندنا هون في بي بي، بشرح لك اياه، فريم ريليه، اي تي ام، بشرحها بطريقه مفصله جدا يعني انا انبسطت منه. وان بي ال اس بشرحها، طبعا هي سي سي ان اي جديده مشروحه، بس يا دوب جايبين لفظ بسيط عنها. هون بشرح لك السواب وكيف تعمل ليبل السواب وشغلات كثير حلوه. الفي بي ان، وبعطيك طبعا امتحانات بسيطه هيك، بشرح برضو عن الترانسبورتيشن لاير، واخر شيء بعطيك امتحان نهائي. طبعا هذا هيك بس تعليم، ممكن انت تحضر اللي بدك اياه، تفتح وتنزل وين ما بدك. تمام، هذا اول شيء لازم تعمله. ثاني شيء نلغي هاي ولا خليكم اياها، طيب مش مشكله. راح يكون عندك الكتاب الاول، هيو الكتاب الاول طبعا بحجم طبعا 100 صفحات، بحكي بس عن جي ان اس، جي او ان اس، اللي هو جونيبر، يعني نظام جونيبر، بس يعني بتحدث عنه كيف تفتح عنه، بتعمل يوزر، شغلات بسيطة كيف تعمل انترفيس، يعني ما بتدخل بأي شيء اسمه راوتينج. الثاني بتحدث عن راوتينج، وبتحدث عن البوليسي، طبعا هذا مش موجود اعتقد في سيسكو سي سي ان اي، والفاير وول موجود. طبعا الاكسس ليست، في راح تلاحظ فرق شاسع بين الاكسس ليست في سيسكو والفاير وول في جونيبر، لانه انا شعرت انه الفاير وول في جونيبر اسهل بكثير بكثير من الاكسس ليست في سيسكو. طبعا اذا بدك تعمل اي شيء في سيسكو بدك ليسته طويله وشغلات يعني معقده، بعديها بتعمل بري اسايمنت بس تخلص هدول. طبعا الامتحان سهل جدا، طبعا الاسئله بعطيكم اياها ان شاء الله من ضمن الكتاب. انا قدمت امتحان، تقدر تقدم مره مرتين ثلاثه، طبعا قبل ما تقدم امتحان النهائي اللي هون في، انا فتت قدمت بجوز 3 مرات، بعدين قدمت النهائي، حصلت على علامه 100. اذا حصلت فوق ال 70 تحصل على الخصم اللي بعطوك اياه وبعتوا لك اياه، بعدها انت بتقدم الامتحان. تمام، فبعد ما نزلنا خلينا نروح هون، خلاص طفي لي هاي. فبدنا نروح اورجيكم طبعا الملفات، خلينا نشوف الملفات اللي بتلزمنا. هاي جونور، اهم شيء في عندنا ملفين. طبعا احنا راح اشرح لكم انه في عندنا فري بي اس دي، اللي هو النظام اللي مبني عليه جونيبر. طبعا راح ننزل الاصدار رقم 10.1. طبعا صار عندهم سياسه جونيبر انه 10 مثلا 2010، 11 2011، 12 2013، يعني بينزل في سنه 2013، كل سنه بنزل واحد، فهسه وصلنا تقريبا ل 13. طبعا بعد الاصدار 10 في طريقه معقده انك تنزله، بس بالاصدار هذا ال 10.1 سهل جدا انك تنزله على الفيرشوال ماشين. لازم يكون هذول التنتين، الفري بي اس دي. طبعا احنا ليش بنستخدم المينيمم؟ لانه ما بيلزم نظام كامل. طبعا واحد بيجي بيسالني كيف بدي احصل على هدول الملفات، بسيطه جدا، نكتب اف 2 كنترول سي، بفتح على هاد، تكتب هون، يعطيك العافيه، بيجي عندك هون بتنزله، تفتح على الايمج هون فري بي اس دي، بتلاقي النظام عندك موجود. هيو هيو مينيمم، شايفه يم مو اجاك، بس عليه هيو 200 ميجا. تمام، الملف الثاني طبعا هذا ايش، مش راح يكون ايزو، احنا راح نعمل له ايزو تي جي زد، تي جي زد بكون. فبنعمل هون ما زبطش، تيجي تعمل لي هون اف 2، تيجي هون تعمل هيك، طبعا بحط لي دوت تي جي زد، اوكي تيجي بتلاقي هيو موجود. تمام، وبتنزله. طبعا راح تحوله لايزو، ليش نحوله لايزو؟ لانه في الاخير ننزل على الفيرتشوال بوكس. كيف بدك تنزله على الفيرتشوال بوكس؟ يا تعمل شير، طبعا وانت فري بي اس دي مش راح تعرف تستخدم شير، يا بتعمل اي او اس، وبعلمك ان شاء الله كيف لما نعمل هذا الحكي. طبعا في كتب، احنا كتابين رسميات كلنا زي ما هم، وفي كتب انا درستهم. طبعا هذا الكتاب للمتقدمين اذا بدك انت تتقدم فيه، الكوك بوك، طبعا بشرح كل شيء بالتفصيل عن جونيبر، كيف تستخدمه في جونيبر. طبعا وفي المبتدئين ما بيعرفوا اي شيء عن جونيبر، انا قراته برضه هذا تقريبا معظمه. طبعا اللي بيلزمني
وبتتعلم اللي بدك اياه، سهل جدا جدا جدا. يعني اذا ما انت ما استوعبت على الكتب الرسميه، الكتب الرسميه هي تقريبا 160 صفحه، بس كل صفحه منها سؤال، يعني لازم تقرا الكتاب حرفي. ال 160 صفحه، ممتاز تمام. بدي اطلع لكم على الكتاب هيك بلمحه بسيطه. هاي الكتاب الاول، طبعا انا اشرح لكم الاول. الكتاب طبعا قديش؟ 100 صفحه. طبعا هاي الملخص عندك اللي فيها فاندمنتال يوزر انترفيس اوبشن انيشال كونديشن سكندري اوبشنال مونيتور اند كذا انترفيس كونفيجريشن اكزامبل. وفي عندنا جي ويب انترفيس، طبعا جي ويب انترفيس طبعا ما راح نستخدمه، بيجيك سؤالين عنه في الامتحان بس، راح اعطيكم الاسئله راح تكون موجوده ان شاء الله. طبعا هون لمحه بسيطه، وهون ببلش الجينو اوبريشن سيستم فاندمنتال. تمام، هون طبعا انا حاط لكم هي سؤال سؤالين ثلاث في الامتحان، اول ثلاث اسئله في الامتحان هون هون هون، بشرح لكم اياهم ان شاء الله. هسه بدنا نعلمكم كيف ان شاء الله كيف بدنا ننزل نعمل اوبريشن سيستم. هسه بنشتغل احنا على فيرتشوال بوكس، طبعا بنعمل نيو، نعمل اتش كوارتر راوتر. تمام، طبعا ما عدلتش هاي. نعمل بي اس دي، فري بي اس دي، تمام، لانه هو مبني على الفري بي اس دي. 512 بكفيه. نيكست 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 نيكست. 5 جيجا بكفيه. بنزل هون، تمام تمام. السيتنج ما خلص، خلي كل اشي تمام، ما تلعب في اشي. اذا عدلت في اشي شغلات، مثلا انا كنت عم مثلا اجرب هاي، اذا عدلنا فيها لغيتها هاي بطل يشتغل معك النظام، بعرفش ليش. ستوريج، حط السي دي، السي دي تمام. اوديو ما بلزمني. نتورك نحط هوست اونلي، هوست اونلي معناها سويتشات، لو اربع سويتشات عندي، من وين اجيب الاربع سويتشات هذول؟ انت بتجيبهم عن طريق هاي، بورجيكم هسه. هوست اونلي طبعا حط ثلاثة من هون، بتيجي على فايل بريفرنس نتورك، هي عندك اربع سويتشات، تضيف واحد تعمل هون، بدك تنقص واحد تعمل هون. الاي بي هون ما بهمني، الدي اتش بي بتلغيها عشان يصير عندك زي الهب، تقدر تشبك عليه راوترات، تقدر تشبك عليه سيسكو، سيسكو كل اشي تمام. وبرضه هذا بفيدك برضه وين؟ في جيني اس، جي ان اس 3 اذا بدك تستخدمه. راح اورجيكم كيف تربطه مع الجي ان اس 3 ان شاء الله. انيبل سيرفيس سيريال، ما بلزمك سيريال بورد، بس انا راح استخدمه عشان اورجيكم شغله معينه اجيكم اياها وانت بس انزل النظام. الروف اللي بحب ينزلها فيش مشكله عندي. اذا ويندوز تحط هيك سيريال، بتكتب سيريال مثلا، تعمله في تعمل تكست سيريال، بتحطه في اي مثلا او دي، ما تحطه على سي. اما ابونت انا بس بحط رابطه الباث تبعه، انا موجود حاطه الملف وين؟ عبد الله تمام. يو اس بي ما بلزمني، خلي فيش مشكله. اهم شيء اللي عنده هايبر زي اللي عندي هاي يكون انيبل، تمام، ما تكون ديسيبل لانه يعني راح يعمل لك مشاكل. طبعا مش مصدق، جرب ونشغل. هاي بنزلها، هاي بنجيبها هون كنترول سي عشان يشتغل مظبوط. اكبلكم اياه هيك كل اشي تمام. انتر، سكيب كيرنر، كونتينيو، مش مشكلة عندي. استخدم الاكسبريس ما تستخدم الستاندر، ليش؟ لانه اكسبريس بختصر عليك كتير. هون بيجي خيارات A B C، شايف هون اللي تحت A كل السي دي، بتكتب A تكبس Q اللي هي فينش معناها، تمام. ستاندر ام بي ار، نو بوت مانجر، ما بدنا بوت مانجر، تمام. هون بقسم لك البارتيشننج، احنا لازم يكون عندنا ايش في كل نظام يونكس او لينكس او ما شابه، لازم يكون عندك ملفين اللي هو سواب وفايل سيستم. السواب وفايل سيستم اللي هو سلاش، بسموه سلاش 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 كرييت سي، يعني شايفه سي تحت كرييت، تمام. اول شيء نحط 100 ميجا، مناسب يعني 100 ميجا مجربه، فما تقعد تجرب انت، ما لازمك هسه تجرب. فايل سيستم حط ليها على سلاش، تمام. وكرييت حط لي 512، احنا كم كنا 200؟ لا خلينا 200 او 100، خلص بكفيها السواب. طبعا لينكس، بعرف لينكس بقول لك السواب لازم ضعف الرام، هذا الحكي مش بالنظام اللي بشتغل فيه. ليش؟ لانه خلص ما تستخدم السواب كثير، يعني انت ما بلزمك، يعني انت في الاخير النظام ما بلزم كل هذا الحكي.
تمام، حط configuration مي، حتى لو حطيت 10 ال configuration فيش مشكلة، بس خلاص يعني لأنه خلاص ستاندر config. والباقي فار، الفار يعني لازم يكون على الأقل يعني 3 جيجا هيك شيء. خلاص، ما هي المساحات هالأيام يعني هيك مناسب جدا، يعني راح يشتغل تمام. ونكبس ايش؟ اكيو تمام، اكبس اكزيت وسي دي ممتاز. طبعا المهندس ايمن شو بحكي لنا؟ بحكي لك المهندس ايمن انه يعني هاي الحكي ما عملكم اياه، فالنظام طريقته سهل جدا، التنزيل تبعه سهل جدا جدا. تمام هيك خلص، تكبس ايش؟ نو يكبس الاكزيت هون هون، اوعك تغلط، اذا كبست سيلكت بترجع تعيد التنزيل من اول وجديد، تكتب اكزيت انستول، بقول لك انه بدك تخلص، بدك تخلص، بقول له اوكي، وبتقيم السي دي على السريع، اذا ما قمت السي دي على السريع برد يعمل بوت من السي دي، فبدك تضطر هيك مثلا زي حالاتي انا هسه ايرور، شايف شايف ايرور ليش عملت؟ لان تاخرت في قمت السي دي، بتعمل كنترول ار وريست. كنترول ده اشغلكم عشان تشوفوا، هسه بجوز ما تشوفوش، هاي اشي اسمه سكرين كي عشان اوضح الكبسات. هاي كل اشي، هاي انتر معناها، هاي شو معناها؟ تاب، هذا شو معناها؟ اكس، ممتاز، سلاش، كل اشي مبين عندكم. كنترول سي، روت، لا استنى شوي، روت وين بطل يفوت؟ علق النظام كنه نظام نظام على كنترول سي، بطل يكبس النظام، كنترول سي بدأ تشغيله، بس اوقف الفيديو ثواني. انا يشتغل روت، هاي فتح عنا كونجراتيويشن، كنترول فول، ايه لا بدناش كنترول سي، كنترول سي عشان يصير تمام. هيك هسا اول شيء، اول خيار نعمل ماونت وسي دي تاب. طبعا هيك احنا دخلنا السي دي، بنكتب لس لس سي دي، بين عندنا الملف. هسا انت خطوة واحدة بس، بي كي جي اندرسكور اندرسكور، طبعا بي كي خلينا نحذفكم عشان يبين مظبوط، بي كي جي اندرسكور اد اد سمول سمول، تمام بي كي جي اد سمول، بنعمل سي دي، هيك راح ينزل معك النظام، فيش اي مشكلة فيه تمام، وبتكبس هيك انتر، وبشوف هسا انه بينزل معنا تمام التمام. بحكي لك هون طلع لنا اول شيء الورنينج اللي عندك، فش لازم يكون اكثر من هيك ورنينج. طلع شو اول شيء؟ هذول انون او اي دي، ما بهمني، فش مشكله هون تمام. هون ذا بين كذا، هي لود، هاي فش فش مشكله، بين سيف كذا كذا، كونفيجريشن ممتاز 100%، ريبوت تو ريكويست تمام. هيك النظام اشتغل معك 100%. هسه في شغله، هسه لو اعمل ريبوت بيشتغل معي النظام، بقدرش افوت الا على جينيبر تمام. فبدي اعمل شغله عشان اورجيكم هاي الشغله. هسه في الانظمه اللي قبلها، اللي قبل 10 اللي كانت 9 تستخدم، كان فيها اشي اسمه برودكشن. شو يعني برودكشن؟ كان هذا النظام يفحص الفي فيرتشوال ماشين ويتاكد انه هو جينيبر، يعني اجهزه جينيبر، عشان هيك ما كان ينزل. لازم نعمل اشي اسمه نعدل في ملف داخله اسمه شيك بيك، وين موجود هذا الملف؟ موجود في مجلد اسمه بي كي جي تولز مضغوط، وفي موجود جواته ايش؟ ملف اسمه شيك بيك تمام. هسا هذا الملف بدنا نعدله ونحط ملف بداله. طبعا هذا ما بيلزم الحكي، هسا انا نزل عند النظام، بس اذا انت بتستخدم نسخة اقل من 10 يعني 9 مثلا، بجوز يلزمك. من الفك بس نعدل الملف موجود، هو الملف وين موجود؟ في يوزر، يوزر في بن اسمه ترو، بدنا نحطه بدل الملف اسمه شيك بيك تمام. هسا اللي زبط معاه زي ما انا زبط معي هيك، كل اشي تمام يضل مكمل. هسا بوجيك بس مقدم فيديو 5 دقائق، اللي ما زبط معاه يتبع مع الخطوات. بدنا نفك الضغط للملف الموجود عندنا. اول شي بنعمل ملف مجلد جديد، دايركتور، هيك ميك دايركتور، بنحطه في فار، بنسميه جين او اس تمام، جين او اس، بنفوت عليه سي دي فار فار جين او اس تمام. هيك فتنا عليه، بي دبليو دي بورجينا انه موجود، موجود هون. بنفك الضغط تار، معناها فك ضغط، نوع الضغط جي زب، اكستراكت فايل نوع الملف، وفيربوس ورجيني الملفات اللي بدك تفكها. وين موجود الملف؟ سي دي جنو اس. وين بدي فك الملف؟ بالضغط، وهي الملفات وين بتنزل؟ في المجلد اللي انا حاليا فيه تمام. الملف اللي احنا بنيه وين موجود؟ في بي كي جي دوت تول. رد نعمل كمان ميك دايركتري، وين هذا؟ بنعمل الملف اسمه بي كي جي مجلد بالدايركتري اللي انا فيه، وبنفوت عليه بي كي جي تمام.
نعمل بي دبليو دي وين احنا موجودين حاليا. في جي فار جينو اس لكم مش هيك، خلينا نعمل لكم هيك تمام. في فار جينو اس بي كي جي تمام، فيش اي مشكله. هسه بنرد نفك الضغط تبع ايش الملف هذاك، زيب فايل اكستراكت فيربوس، فيربوس يعني ورجين الملفات وين موجود هو الملف اللي نفكه. في المجلد الاعلى مني في جنو بنعمل نقطتين بي كي جي تول وتاب، هي بفك الضغط هون تمام. هاي في عندنا في مجلدين بن وشيك بيك، شايفوه في مجلد بي كي جي. بنعمل كوبي عشان نعمل ريبليس، وين هو بن موجود في يوزر بن اترو اسمه، بنحطه وين في المجلد اللي انا حاليا فيه. في جواته كمان مجلد اسمه بن في الملف اللي اسمه شيك. هيك شو بعمل هذا الامر، هذا بعمل ريبليس يعني بحط هذا الملف بضل هذا الملف بنفس الاسم تمام. هيك كل شيء تمام. شو بنعمل هسه، بنرد نضغط الملفات باثر عكسي بنرجع نعمل تار زد اف بدل اكس بنحط سي اللي كرييت وفيربوس. وين الملف اللي الناتج في المجلد الاعلى مني اسمه بي كي جي تولز، يعني بنعمل ريبليس يعني. شو الملف اللي بدك تحطها فيه اول اللي هو نجمه. هيك تمام، نطلع لورا نطلع فوق يعني سي دي سلاش لس موجود هون عندنا بي دبليو دي، بدنا نحذف هذا المجلد اللي عملناه تمام. ريموف الحذف المجلد في اليونكس، ريموف ناقص ار اف البي كي جي، هذا مجلد حذفناه بطل يلزمنا. هيك تمام. هسه هاي الملفات اللي عندنا كلها لو عملنا لس بدنا نضغطها في مجلد في ملف فوق نحطه في الجن في البار مثلا تار زد اكس كرييت فيربوس. وين نحط الملف في جنو فوق ده. شو بدنا نسميه جنو اس دوت تي جي زد، شو الملف اللي بدك تحطها فيه اول تمام. هاي بضغطهم بحطهم في مجلد خارجي تمام. هسا هيك احنا خلصنا كل العملية، بتحذف المجلد هذا وبتنزل الملف الجديد جنو اس دوت تي جي زد، نفس الشيء باكج اد جنو اس، بس خلص احنا فعليا بنزله من النظام. فهاي الخطوات كلها ما بتلزمك، بس اذا انت استخدمت نظام اقل راح يلزمك. نعمل سي دي سي دي ريموف ناقص ار اف اللي هو جينو اس تمام. عملنا لس هي الملف اللي عندنا العمود الثالث السطر الثاني جينو اس دوت جي زد، بتعمله باكج اد اللي هو جينو اس تمام. بس احنا فعليا نزلنا خلص، اذا مش نزلنا احنا هذه الخطوات ما بتلزمك. ارجع لي لورا محل ما نزل معك النظام، شو بتعمل هالت بس هالت، شو معناها هالت؟ تعيد التشغيل او شت داون ناقص هالت هالت، بتعمل هيك. هسه هون رح يلزمنا ايش السيرة. انا ليش استخدمت السيرة عشان اورجيكم الخطوات اللي رح اعملها حاليا. تيل ناقص اف سيريال تمام تمام هي ريبوت طلع لي هون، هي الخطوة هون طلع لي هون. هسه هذا الامر اللي كتبته شو بعمل، براقب لي في الملف شايف هون انت بتطلع عليه ثابت، بس شوف فعليا شو بعمل. طلع هاي السيريال، هو بحول هذا كانك رابطه مع سيريال، هي السيريال الملف هذا بيعمل لي مونيتورنج له الملف. انت مش شايف اشي هون في النظام، ولكن هو فعليا قاعد بيشتغل. طلع شو بيسوي قاعد النظام، هاي هون بحكي لي بنزل قاعد هي التمب يوز تمب كذا availability وبنزل قاعد في النظام. طبعا هو اول مره بتفتحه فيه راح يستغرق منك 5 دقائق، بس اصبر 5 دقائق. جزء علق تمام. هاي مشروح الجيكر نيل جيكر بوت بصراش بعرفني جي راوت، كل هاي مشروح بالكتاب شو معناها. تمام هم بيعمل روبوت خلص هيو، تقريبا الابديت تقريبا اخذ دقيقة و15 ثانية من اول بوت.
يعني بس هاي دقيقة 15 ثانية، وهسا باخذ كمان دقيقة يعني دقيقتين بيشتغل. هاي كلها تعريفات، شو بيعرف اي ام زيرو، هذا مثلا بيعرف شغلات بس اكتيفيت فيكتوري كونفيجريشن، هاي للراوتر اكتيفيشن اكتيفيتنج، كانت اوبن فايل، فيش عندك كونفيجريشن فايل موجود في الملف هذا، ممتاز. هسه هون عندنا خلصنا هذا، هاي الراوتر عندك اسمه جونيبر، تمام ولا اي مشكلة؟ هي انحلت مشكلة الراوتر، نعطيكم العافية. بنعمل ايش هون؟ خلاص ما بلزمنا هذا، طفي لي اياه، وهذا اعمل لي سيف للمشين، تمام. هسا اخر اشي قبل ما ننهي الفيديو، بدنا نراجع احنا وياكم الاسئلة. اول شابتر بس على السريع بدي امر عليه عشان نخلصه اليوم ان شاء الله. اول اشي بيحكي لك اول خاصية من خاصية جونيبر انه موديولينج. شو معنى موديولينج؟ سكيبلابيلتي، يعني كل اشي بيشتغل لحاله. يعني طلع انت بحكي لك، هذا اهم سؤال رح يجيك، انه كل بروسيس الها برودكتد ميموري سبيس. يعني فيش زي سيسكو مثلا، سيسكو اعمل ديبج اي بي باكيت بضرب الراوتر اذا كان راوتر اصلي بعلق، لانه كل شيء زي الويندوز مثلا، الويندوز او الاوبريشن سيستم كل شيء مخلوط مع بعضه. هون لا، هون مثلا هذا له ميموري خاص، هذا بعد تعداش على هذا، كل شيء بتعداش على الثاني، تمام. وهو بتركب زي الليجو بالضبط، زي فكرة الليجو. هذا السؤال رح يجيك من اول 3 اسطر. السؤال الفكره الثانيه انه هو اصلا مبني وين؟ الجينو اس مبني على الفري بي اس دي زي ما تعلمنا، مبني على الفري بي اس دي. الشغله الثالثه انه كل الانظمه عندك، سويتشات ولا راوترات ولا هي، طبعا عندهم 3 شغلات، سويتشات راوترات فايروول فقط في جنوبر. بقول لك انه كل البلاتفورم رننج ايش ذا سيم سورس بيس، يعني بيشتركوا كلهم في السورس تبع النظام، تمام. هون في شي معلومات، هاي المعلومة برضو مهمة عندنا، انه في عندنا مقسوم الراوتر لاير، تو لايرز، كنترول بلين وفوروردنج بلين. الكنترول بلين مسؤول عن معظم السيرفيس الموجودة في الراوتر، اللي هي راوتنج تيبل والراوتنج وش راوتنج واس ان بي وسيس لوج وكل اشي هذا بتعلق في الموضوع هذا. مين مسؤول عنه؟ تينك انجن، طبعا هذا هو عقل النظام وموجود عليه جينو اس. هسا بس يصير عندك الراوتنج، اللي بيعرف راوتنج، وصير عندك الراوتنج جاهز والراوت تيبل كله جاهز، شو بصير؟ بتحول اشي اسمه فوروردنج تيبل وبنزل لوين؟ فوروردنج بلين. يعني اللي تحت هذا الحكي زي سويتش، كانه بصير بالضبط زي سويتش مفصول عن اشي اسمه راوتنج او السيرفيس. يعني هون مثلا ضربت عندك الراوتر، بطلت تفوت عليه، علق، صار في مشكلة، اللي تحت شغال. يعني الراوتر ما بيعلق فعليا في الترانسميت، بينما فوق ممكن مثلا اس ام بي مثلا يستهلك من السي بي وميموري. فهاي الفكرة مهمة جدا، انه مثلا انا بعمل مونيتورينج، فات مثلا 100 شخص على الراوتر، صار ضغط كبير على الراوتر، ما بأثر على الترافيك اللي ماشي خلال الراوتر، تمام. فهاي مهمة جدا انك تقرأها. بحكي لك انه هون انه الراوتنج، هي شايفة برين اوف بلاتفورم، وبحكي لك انه بيست ان، هاي برضو بتحفظها، x86 وباور بي سي اركتشر، تمام. هاي مهمة جدا انك تتعلمها. وطبعا فوروردنج تيبل، انه هذا موجود اسمه باكيت فوروردنج انجن، وهذا موجود ايش؟ الراوتنج انجن. بسألك الراوتنج تيبل وين موجود؟ في الراوتنج انجن اللي هو كنترول بلين، بينما اشي تحت شو اسمه؟ فوروردنج تيبل. يعني فوروردنج تيبل شو هو؟ هو الاكتيف راوت تيبل، تمام. يعني اللي شغال، مو في عندك الراوتنج في اشي في الشغال واشي الشغال، اللي هو بسموه باك اب، اللي هو اس بي، اللي بيعرف او اس بي باك اب، تمام. طبعا عشان يسرعوا الباكيت فوروردنج ايجنت بيستخدموا شيء اسمه اي اس اي سي تو انكريز بيرفورمانس. هذا السؤال بيجيك في الامتحان، تمام. تقرا هاي الشغلات طبعا. شو هاي برضو عندك هون مهمه لازم تحفظها، هاي اركتكتشر ميك هاي افيلابيلتي، لازم تكون له متوفرات، انه انا مثلا بقدر اعمل ابديت للراوتر وهو الراوتر شغال. هاي مهمه جدا، بقدر اعمل راوتر ابديت للراوتنج والراوتنج شغال. برضو احنا مش قلنا هون على الموديلينج، انه مثلا بقدر اعمل مثلا للبروتوكول معين انه ابديت والراوتر شغال. فهي مميز جدا، يعني ما بيجيك النظام الراوتنج اللي يعني الراوتر بيجيك، يعني السوفت وير تبعه باكج وحده، عده باكجات بقدر تستخدمها. وفي عندك سويتش اوفر، يعني انا مثلا بقدر اعمل هون راوتنج ايجنت، بقدر احط 2،
يعني اذا ضرب هذا بيشتغل هذا بداله، يعني هي ميزة حلوة جدا برضه في الجونيبر. بعدين في عندنا ايش هون عندنا، في لينك انترنال لينك، هذا بيناته بروح الترافيك. يعني انا مثلا لما اجي اعمل مثلا الترافيك ماشي بيجي بمرش في الراوتينج انجن، بس اعمل بينج مثلا وين بروح، بفوت على عن طريق الانترنال لينك. والانترنال لينك جميل جدا، انا بقدر احمل مثلا انا بدي اعمل مثلا فاير وول بس بطبقه على الانترنال، فبيشتغل على جميع الانترفيسز. تمام، طبعا رح نتعلم في الحلقات القادمه. طبعا تقرأوا انت بس انا بشرح لك الملخص العام. فورويندك طبعا هو مش بحكي لك، كنترول اند مونترنج شاسيز جي بتقدر تشوفها يعني انه تقراها، بس انا بركز على الشغلات المهمه جدا. السيرفيس هاي اللي تعلمها، كلاس اوف سيرفيس هذا راح نستخدمه، شو بيستخدم الباكيت فوروردنج انجن، شو بيعمل وشو بيعمل راوتنج. هذا بسألك سؤال برضو، شو بيعمل راوتنج، شو وظيفة الراوتنج، شو وظيفة الباكيت سيرفيس انجن، لازم تحفظهم هذا بجوز يجيك في الامتحان. الباكيت سيرفيس، باكيت فوروردنج انجن شو بيعمل، الريت ليميتنج، ستيتلس فوروردنج، كلاس اوف سيرفيس مين اللي بيعملهم، اللي هو تحت هون بتمه بيطلعوش لفوق. تمام، هذا طوال بيمشوا من اللاير التحتانيه. تمام، في عندنا مصطلحين لازم تحفظهم، ترانسميت ترافيك واكسبكتيشن ترافيك. كيف يعني ترانسميت؟ مثلا انا بدي ابعث من 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 نتورك لنتورك، مش ضروري اجي على الراوتر، الراوتر انا ما ليش علاقه في الراوتر، فبمر بايش، في الفوروردنج بلين. يعني بفوت الراوتر هون بفحص الفوروردنج تيبل وبضله طالع، بيلزمنيش الراوتر اصلا شو بيعمل وشو نوع الاو اس بي، بيلزمنيش شيء من هالحكي، فبتحفظه هذا نيفر، بتحفظ هاي الجمله، بتحفظ انه ايش يسرع عمل بيرفورمانس. عشان هيك بيكون الراوتر هذا سريع جدا، لانه بيطلعش بيضطرش يفوت على الراوتر كله، بس بفوت على اللاير التحتانيه وهون بفحص وبضله ماشي. وهاي الميموري تبعته السي بي يو محجوزه، يعني اللي فوق لو ضرب ما فيش اي مشكله، بضل الراوتر شغال. اكسبكتيشن ترانسميت يعني زي مثلا بدي اعمل بينج انا مثلا على الراوتر، وين بروح، لازم يفوت على الراوتنج ايجنت. إيه مثلا الراوتنج تيبل، التلنت والبينج والتريس راوت، هاي موجودات هدول. الراوتنج بروتوكول مين المسؤول عنهم واللي بصلحهم اذا صار اي مشكله في النتورك، الراوتنج ايجنت. تمام، وهون بحكي لك برضو مثال عنه. طبعا هذا بيلد ان ريت ليميتر، شو يعني، يعني بتقدرش تعدله، يعني هذا خلص له ليميت معين، مثلا ترافيك معينه. هذا بجوز يسالك عنه ليميت نوت كونفيجرابل كونفيجرابل تايم، يعني الدنل اوف سيرفيس. شايف هاي شو بحكي لك هون، هاي مهم جدا. ذا جنرال ريت ليميت اكسبكتيشن ترانسفير كتا انترن تو بريدكت ار اي فروم دنل اوف سيرفيس، هاي اهم مشهوره جدا هاي الدنل اوف سيرفيس اتاك. تمام، شو بحكي لك هون، ايوه اوكي تمام. هسه بناخذ نظره على الجنرال راوتينج، راوتينج سويتشينج سكيورتي اللي هي فاير وول. طبعا بتقرا هذه الشغلات ما بهمني. هاي الراوتينج طلع عند اشهرهم، اشهرهم تقريبا هو اقوى واحد فيهم التي اعتقد، موجودات هون كلهم شو كل واحد شو مسؤول عنه. اكثر شيء اعتقد بيستخدموه التي، طلع عند التي قديش قدرته. الام صغير تقدر تقرا انت كل واحد شو وظيفته، طبعا ما بلزمك يعني هذا مش رح يجي عليك سؤال، بس بجوز يجي يسالك سؤال شو الانواع. ام سيريال، تي سيريال ما بسألك يعني قديش كل واحد حجمه. السويتشز اي اكس وكيو اف اكس، اي اكس لل يعني سمول وميديوم، هذا او اكس اللي هو لل طلع بوصل 10 جيجا ثروبوت. يعني مش ضروري تقراهم هذول يعني، بس هيك للمعلومات العامه مش رح يجوك في الامتحان اصلا. السكيورتي في عندك جي واس ار اكس، الجي السمول واس ار اكس للشركات الكبيره جدا، طلع لوين بوصل. اخر اشي بيسالك اسئله، طبعا اسئله هذول مهمه جدا لازم تقراهم. ادفانتج اوف جي ان اس طلع مقرأ عليك ملتيبل، هاي اهم نقطه انه انت بتقدر تعمل في سوفت وير بروسيسنج كل وحده محجوزه، هذا بيجيك سؤال في الامتحان. وبرايمري فانكشن اوف كنترول بلين اند فوروردنج بلين، هذا سؤال بيجيك في الامتحان برضه، هذا شو بيعمل، بدك تفهم شو بيعمل هذا. مينتين راوتينج ومونيتورينج، وبيعمل مانج للبي اف سي، هذا بدك تركز عليه انه مين بيتحكم بالفوروردنج بلين الكنترول بلين. الفوروردنج شو وظيفته، فوروردنج باكيت امبلمنت ادفانتس سيرفيس، زي مين، كلاس اوف سيرفيس. كلاس اوف سيرفيس مصطلح موجود في جونيبر في سيسكو كواليتي اوف سيرفيس، برضه بدك تشرح له شو الفرق بين ترانسميت واكسبكتيشن، هذا برضه يجيك في الامتحان، هاي اسئله مهمه. وقلنا هذا السؤال ممكن نيم اوف ثري سبيس. تمام،
هذا حكي تدرسه. المرة الجاية رح نبلش في اليوزر انترفيس اوبشنال ان شاء الله. هيك ان شاء الله ما بكون طولت عليكم، يعطيكم العافية. ان شاء الله الفيديو الثاني راح يكون جاهز ان شاء الله. يعطيكم العافية والسلام عليكم.